السلام عليكم، مراد فيزا في مصر. الساعة راها 1:05، اليوم رانا الخميس 28 ديسمبر 2023. بون هنا رانايا في بلاس دو لسبان، كيما هذا الهوتيل بلاصة كاتالونيا. بون بغيت نقول لك هذا كاع بفضل الله عز وجل والمجهود تاعك والنصائح تاعك اللي قدمتها لنا، يعني من اول خطوه كيفاش تحكم كونت في البي ال اس، كيفاش تحكم رونديفو، كيفاش تتف الوثائق تاعك، وش هي الوثائق اللازمه في لاباف ولا في الميناء. يعني كل التوضيحات اللي قدمتها لنا وانت مشكور عليها، يعني كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. دونك تا إنسان درت فينا خير، ما نساوش الجميل تاعك وما نساوش يعني التعب تاعك معنا. ونقول لك من هذا المنبر هذا، نقول للمشاهدين: صدقوا المزاقية مع مراد فيزا فاموس. تحية لك يعني من الكبار، وربي يسهلك إن شاء الله، وكما راك تسهل في على الناس ربي يسهل خويا في كل شيء إن شاء الله. شكرا وبارك الله فيك.